السؤال الثاني إذا كان في الإنسان إذا كان مع ما امرين قهوة وأذن الفجر لا يشرب حديث إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم اللقمة إلى فيه أو الشربة إلى فيه فلا داع حتى يقضي حاجته لا يثبت منكر. حكم عليه الإمام أبو حاتم الرازي بالنكارة, وذلك أيضا لأن الله قال كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, والمؤذن لا يؤذن إلا إذا تبين هذا من ذاك. المؤذن لا يؤذن إذا تبين ذاك, ولكن إذا تبين الخيط الأبيض من العشب في ناس يعرفون الخيط الأبيض وما داعي هو يعطي شوشرة يعني, لأن أنت تعرف البيت الشاعر يقول كل داء دواء يستطب به إلا الحماقة تعيط من يداويها. يعني الشيخ يعني مش فاهم ماذا تقول. قلت لك إذا يعني مثلا يعني بس يا شيخ حتى يتبين الخيط الأبيض يعني يكون يا حبيبي اصبر علينا يا شيخ حمدي. احنا بنينا الفتوى على أن المؤذن يؤذن في الوقت. نعم, كان المؤذن يؤذن في الوقت. نعم, وقال الله أكبر امتنعنا عن الطعام والشراب والجماع, خلاص على فرض أن المؤذن يؤذن في الوقت. لكن إذا كان المؤذن من وجهة نظرك لا يؤذن في الوقت, يؤذن قبل الوقت, فلك أن تأكل وتشرب حتى يدخل الوقت, ولكن لا تظهر ذلك في الناس ولا تنشئ فتنة بين الناس كما قيل للشافعي, والشافعي قال ما حاصله. إذا أنت رأيت الهلال وخرجت للناس تقول يا ناس أنا رأيت الهلال, لم يصدقوك ابني أنت على رؤيتك ولا تنشئ خلافا في الناس. بارك الله فيك.